En parlant de cet héritage, Kamel, en parlant de l'héritage algérien, qui n'a qu'à la Hada Wursna, Hna, Al-Jazairin, Al-Jazair, Wursna Aleha Nidal, Wursna Aleha Al-Kifah, Wursna Aleha Asm Kibir, Khila Plastu Fittarich, Al-Jazair, Wahdluwakt, qui nous met au Makkat Al-Thouar, la Mecque des révolutionnaires. Farchou. بيضا مدحول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبيني يا عاصمة. النضال في الجزائر استمر حتى بعد حصولها على استقلالها التام من المستعمر الفرنسي في 5 جويلية 1962. نجاح الثورة الجزائرية اللي تحقق بعد صمود ومقاومة أحرار شعبها خلاها تكون مثال يحتذى به، لأنها ثورة شعبية ساهم فيها المناضلين والمواطنين، نساء ورجال كبار وصغار، وأصبحت الجزائر قبلة يرتدها الثوار من أنحاء العالم كما الزعيم الأرجنتيني شي جيفارا. Bestia fueron las hordas hitleristas, como bestia son los norteamericanos hoy, como bestia son los paracaidistas belgas, como bestia fueron los imperialistas franceses en Argelia. والزعيم السياسي الكوبي فيدل كاسترو، وزاد القائد الفلسطيني ياسر عرفات، والأمير الكمبودي نوردوم سيهانوف، والناشط السياسي الأمريكي إيلريش كليفر، حتى أنهم كانوا يملكوا مقرات خاصة. وصلت الجزائر إصرارها على دعم القضايا الوطنية عبر العالم لإيمانها بأن تطور الاشتراكية فيها مرتبط بدعمها للنضال الشعوب الأخرى، فدافعت على حقوق الإنسان ومنحت اللجوء السياسي للمناضلين من مختلف البلدان. وما كاش كون ينكر اهتمام الرئيس الأول للدولة الجزائرية المرحوم بن بلة بهذه القضية بشهادة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا والرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم كيسانو، اللي تعدت زياراتهم للتراب الجزائري امتنانا منهم للدعم المادي والمعنوي اللي تلقاوه من الجزائر. الجزائر ما اكتفتش بهذا التكريم، وعليها كان هناك المهرجان الثقافي البان افريكا في دورة أولى عام 1969، وفي دورة ثانية تخليدا للعلاقات الوطيدة في عام 2009، أي بعد مرور 40 سنة. ما نقدروش ننساو دور الجزائر زادة في مساندة القضية الفلسطينية بعد ما ساعدت المصريين في حرب أكتوبر 1973، واعتبر الإسرائيليين الجزائر عدواً للأبد لأنها كانت مناصرة للفلسطينيين. وزيارات أبو عمار للجزائر فسرت هذا التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وأفرزت عن أول إعلان لميلاد الدولة الفلسطينية بالجزائر تحت شعار مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين أو أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. قيام الجزائر بمساندة الشعوب الأخرى التائقة للحرية وطرد المستعمر من أراضيها خلاها تواجه انتقادات كبيرة، الشيء اللي خلاها تعيش أزمات داخلية وأخرى خارجية تهدد علاقاتها الدولية، حاجة ما منعتهاش من أنها تبقى قائدة الحركات الثورية ومحطة هامة في حياة الزعماء رغم تحول العاصمة البيضاء لبحر من الدماء الحمراء في وقت من الأوقات بسبب مواقفها. وبعدما أثبتت الجزائر وزنها وثقلها السياسي ودور ثورتها الفاعل في التحركات التحررية والإصلاحية، اتجهت الطموحات نحو دعم مصالحها الخاصة والحرص الدائم على مشاكل شعبها، لكن من دون ما تغفل عن الأحداث السياسية الاقتصادية والاجتماعية لدايرة بها في العالم العربي والعالم كامل، ومن غير ما تغلق أبوابها في وجه كل من زارها. واجبيني يا عاصمة.